حالفنا الحظ أن يولد في هذه المدينة، في بلد يعتبر الرياضة أساساً للنهوض بالمجتمع، وأمير شاب عاشق للرياضة يقدرها ويوليها جل رعايته. الجهاز الإداري والفني واللاعبين والأخ خليفة خميس توجت هذه الجهود ولله الحمد. نتمنى إن شاء الله مشروع ولاد الأخوية أن احنا نخدم الكرة القطرية ونخدم المجتمع القطري. We play to develop modern football and we always seek towards the title and coronation. Since the beginning of the season, we are determined not to be only heroes. لم ينشأ هذا النادي من فراغ. تم التخطيط ووضع الأهداف، والنتيجة نخوية ولد ليكون بطلا. لم يستغرق تشييد هذا الاستاد الكبير بمرافقه وتجهيزاته المتطورة سوى 14 شهراً فقط ليكون مقراً للنادي. عقدنا خلالها العزم على الاستعداد للظهور المشرف بما يتناسب مع اسمنا. نادي الأخوية لكرة القدم أراد أن يكون له مكان في مسيرة قطر نحو الإبداع والتميز، فأسس نادياً بدأ مسيرته في الدرجة الثانية. لم يرضى أن يبقى سنوات يحلق في دائرة المتاح أو الممكن، فصعد إلى الدرجة الأولى منذ عامه الأول واقتحم ما ظنه غير ممكن فجعله ممكناً. الأخوية أقنع نفسه بضرورة الإبداع والاختلاف عن الآخرين في أسلوبه، فعاش التجربة الأولى في دور النجوم فكان له ما أراد، وانتزع لقب الدوري عام 2010 ليعيش ثمرة عزيمته. الأخوية أصبح مثل النحل على الأزهار والثمار لتصنع الشهد والشمع، مقبلاً على تحد جديد عام 2011، فحقق الإنجاز الذي كان مداداً ليكتب تاريخه وحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي. ركب النادي أمواجاً آسيوية 4 مرات ليبدأ قصته مع البطولة الأقوى في القارة وصولاً للدور الربع نهائي 2. الأخوية احتك مع كبار الأندية العالمية في مباريات ودية دولية أبرزها باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ. في عام 2012 لم تتوقف عجلة التحدي عند الأخوية، لكنه أدرك أن الإبداع يولد من رحم المعاناة، فاكتفى بالوصافة في الدوري واختار أن يقطف زهرة أخرى في عالم الرياضة القطرية وحقق كأس ولي العهد. لا حد للتحدي عند الأخوية، انطلق من جديد بقوة نحو الإبداع والتميز وحقق لقب الدوري للمرة الثالثة عام 2013 ليكمل الفصل الأول من تاريخه الذي كتب بماء الذهب.
عام 2014-2015 كان موسماً استثنائياً للأخوية، استطاع من خلاله أن يثبت أنه ظاهرة عالمية، وكسر قاعدة اللقب الواحد في كل موسم ليحجز مكانه مرتين في منصة التتويج، محققاً لقب الدوري للمرة الرابعة في تاريخه، وأضاف لخزائنه لقباً جديداً اسمه كأس قطر. ولدنا عمالقة، هكذا تصفنا الفرق المنافسة، إلا أننا مؤمنين بقدراتنا على تخطي العوائق وتحقيق ما يراه الآخرون مستحيلا. Let us make history with local, continental and international achievements.